السلام عليكم. هكلمك ان شاء الله عن اشهر 10 خرافات حول الانتصاب. معاك دكتور احمد الشامي، دكتور علاج طبيعي. لو انت اول مره تشوفنا ما تنساش تعمل لايك واشتراك للقناه وتفعل الجرس عشان توصلك الفيديوهات اللي بنعملها باذن الله على مدار الموسم. اضافه ان دي قناه العلاج الطبيعي بنتكلم فيها عن كل ما يخص العلاج الطبيعي، وقناه التغذيه العلاجيه بنتكلم فيها عن كل ما يخص التغذيه. تقدر تشوف هناك، تبص بصه كده هتنبسط ان شاء الله. اكونت الانستغرام تقدر تتابعنا وتسالني من خلاله، الموقع الخاص بينا تقدر تتابعنا وتسالني من خلاله. شوف الانترو وتعالى بقى نتكلم عن كل حاجه تخص ال 10 خرافات. تعرف كل ده ان شاء الله النهارده على مدار الحلقه. معاك دكتور احمد الشامي، دكتور علاج طبيعي. ولو انت اول مره تشوفنا ما تنساش تعمل لايك. نفس الكلام اللي بقوله لك كل مره، اللايك هو مثابه شكرا اللي انت بتقدمها لي. اول نقطه، يصعب على الرجل تحقيق الانتصاب مع تقدم العمر. اي نعم، الصحه الجنسيه بتقل مع تقدم العمر، ولكن ده مش معناه ان الناس الكبيره في السن بتعاني من ضعف انتصاب وبتعاني من مشاكل في العلاقه الجنسيه. هو مع تقدم العمر الدنيا بتكون مش 100% زي ما انت، ولكنها مش بتكون 0 او 15%، ما بتكونش قليله قوي كده. فانت لازم لو الموضوع فيه مشكله بتبدا ترجع لدكتور الذكوره علشان يتابع، لو في مشكله يقدر يحلها لك. ولكن في الطبيعي ما بتبقاش المشكله كبيره لمجرد تقدمك في السن. تاني نقطة، لا يصاب صغار السن ضعف الانتصاب، ودي نقطة مهمة جدا. ضعف الانتصاب ممكن يجي في أي مرحلة من المراحل العمرية، مش مجرد كبار السن بس وصغار السن بيبقوا كويسين، لا، صغار السن ممكن يعانوا من مشكلة في الانتصاب برضه، لأنه دايما بيكون مرتبط بمشكلة تانية زي التوتر، القلق، قلة التركيز، مشاكل صحية، ممكن السمنة مثلا، ممكن التدخين. فدي حاجات مرتبطة بضعف الانتصاب، فممكن حتى وانت صغير في السن تعاني من ضعف انتصاب. ركز قوي انه مش بيجي للكبار بس، لا، ده ممكن يجي على اي مرحلة عمرية. ثالث نقطة، الضعف الجنسي مش مرتبط بمشاكل تانية، هو مجرد ضعف جنسي وخلاص. لان زي ما قلت لك ممكن ضعف الانتصاب يكون مرتبط بحاجة تانية زي التوتر والقلق ومشاكل صحية، مشاكل في القلب والاوعية الدموية، سكر او ضغط. دي حاجات بتقلل من التدفق الدموي او وصول الدم للعضو التناسلي او للقضيب، بالتالي هيبقى فيه ضعف انتصاب. فانت تركز قوي في النقطة دي. رابع نقطة، الحبوب هي الحل الوحيد لضعف الانتصاب. طبعا في خيارات علاجية كتير، ولكن اشهرها طبعا الادوية، والادوية دي مصرح بيها من الـ FDA او منظمة الغذاء والدواء المسؤولة عن ان العلاج ده تمام ولا لا. فالادوية لها دور ولها علاج فعال، ولكن ممكن يكون ضعف الانتصاب زي ما انا قلت لك ناتج من مشكلة تانية. فانت مثلا هتيجي تاخد العلاج، تاخد المقويات الجنسية او المكملات، وانت عندك المشكلة ناتجة مثلا من ارتفاع في ضغط الدم، عندك المشكلة ناتجة من ضعف قلق تركيز، وزي ما قلت لك العامل النفسي له دور مهم، فانت ممكن نتيجة العامل النفسي. خامس نقطة، احنا ممكن نعالج ضعف الانتصاب بدون الرجوع لطبيب، عن طريق ان انا بتفرج على فيديوهات واشوف الاكل اللي باكله والاعشاب وابقى زي الفل. بالتأكيد غلط. فانا زي ما قلت لك احنا بنقول في الحلقات هنا الحاجات اللي تساعدك، ولكن لو هنعتمد عليها بشكل كلي بالتأكيد غلط. فالمكملات ليها دور، ولكن بعد الرجوع لدكتور، لان ممكن يكون ليها مضاعفات خطيرة. فانت المكملات بتاخدها تحت اشراف الدكتور، ولازم تشوف اصلا المشكلة ناتجة من مشكلة تانية ولا لا، مش لمجرد فيديو على النت شفته وبظبط نفسي واتعالج. سادس نقطة، مفيش ضعف جنسي لو قادر احقق الانتصاب. لو انا الانتصاب عندي تمام فانا ما عنديش ضعف جنسي. بالتأكيد برضو لا، لان وارد يكون بيحصل نزول للسائل المنوي قبل او بعد العلاج بدقيقتين، يعني خلال الدقيقتين يحصل، ممكن قالوا دقيقة حتى يحصل انزال مثلا، ده بيتسمى سرعة القذف. فدي مشكلة برضو، مش لمجرد ان في انتصاب قوي ان يبقى ما عنديش ضعف جنسي خالص، لان سرعة القذف برضو من الحاجات اللي ممكن توصلني للضعف الجنسي. زي ما احنا قلنا عملنا حلقة كاملة، يمكن اشهر حلقة على القناة موجودة، هي سرعة القذف وعلاجها بتمرين. ولكن احيانا ضعف الانتصاب بيكون ما فيش ضعف، لا، الانتصاب كويس بس عندي مشكلة تانية. سابع نقطة، صعوبة تحقيق الانتصاب مرة واحدة معناها ضعف جنسي، وبالتأكيد برضو ده لا. ناس وشفت شكاوى من الموضوع ده بتقول ان انا كويسه وزي الفل، بس حصل لي ظرف ما في يوم مثلا كان في ضعف انتصاب، الدنيا ما كانتش كويسه. ده طبعا مش ما نقدرش نقول ان ده عنده ضعف انتصاب بقى وعنده ضعف جنسي والكلام ده، لا، ده مجرد مره. ركز، ما دام الموضوع مره ومش مكرر مفيش مشكله. اضافه ان احيانا في اسباب تانية ممكن هي اللي توصلني لكده، فمثلا قله النوم، قله التركيز، اجهاد بدني، مشكله صحيه طارئه، حاجه بس حصلت لي اليومين دول فمخليالي في ضعف انتصاب مش مقرر، ده مره بس حصل. تامن نقطه، جميع ادويه ضعف الانتصاب بتشتغل بنفس الشكل.
على الرغم من ان معظم الادوية بتعمل على زيادة التدفق الدموي او وصول الدم للعضو الذكري وبالتالي المحافظة على الانتصاب اطول مدة ممكنة لاقامة علاقة جنسية، الا ان الادوية كلها مش زي بعضها. في ادوية مثلا بتاخدها قبل العلاقة بساعة، في بتاخدها بساعتين، على ما تأثيرها يبدأ يظهر عليك. فانت لازم ترجع للدكتور المختص بالنقطة دي، ما تمشيش من دماغك وتاخد اي حاجة وخلاص. تاسع نقطة، تناول هرمون الذكورة او هرمون التستوستيرون يعالج ضعف الانتصاب، ودي معلومة كارثية ركز فيها. احيانا بيكون في نقص في هرمون الذكورة او هرمون التستوستيرون، مفيش اي مشكلة، النقص ده بنعالجه عن طريق ان احنا ممكن ندي مكمل او بديل للهرمون، مفيش اي مشكلة، الدكتور بيوصفهولك. كده كده لازم تحلل، تتابع مع دكتور، تشوف دنيتك عاملة ازاي، عشان لما تبقى تاخد مكمل للهرمون او هرمون التستوستيرون حتى ما يبقاش فيه مشكلة. ولكن لو الهرمون بمعدله الطبيعي هنا هتظهر الكارثة، عن طريق انك انت مش هتزيد طبعا كده كده ومش هتتعالج من النقطة الاساسية، وممكن لا قدر الله وجود الهرمون في الجسم يعمل مشاكل صحية قاتلة. وده اللي كنا بنتكلم عليه في تأثير الهرمونات والمنشطات على الجسم. الناس اللي في الجيم وبتاخد هرمون الذكورة الموضوع كارثي بكل ما تحمله الكلمة من معنى، فما تاخدش من مزاجك الحاجات دي بالذات. لازم اي حاجة هتاخدها يكون تحت اشراف الطبيب المختص. عاشر نقطة والاخيرة، الرجالة اللي بيعانوا من ضعف جنسي ما عندهمش رغبة جنسية، وبرضو ده غلط، لان الرغبة الجنسية بترتبط بالهرمونات وحاجات تانية مش منها العامل البدني او الضعف الجنسي. فطبعا كده كده الرجالة بتثار بطريقة معينة كده كده بتكون موجودة، ولكن وجود ضعف جنسي مش بيلغي الرغبة الجنسية، لا، الرغبة بتفضل موجودة عادي، ولكن لو في ضعف جنسي هو اللي بيأثر او بيقصر بيقلل من فكرة ان العلاقة تكتمل. نهاية، لو وصلت لحد هنا ما تنساش تعمل لايك واشتراك للقناة وتفعل الجرس علشان توصلك الفيديوهات اللي بنعملها بإذن الله على مدار الموسم. كان معك دكتور أحمد شامي، دكتور علاج طبيعي وأخصائي التغذية العلاجية، ودي قناة العلاج الطبيعي بنتكلم فيها عن كل ما يخص العلاج الطبيعي والمواضيع الهامة اللي ناس كتير بتسأل عنها. قناة التغذية العلاجية بنتكلم فيها عن كل ما يخص التغذية، والقناة فيها مواضيع شيقة جدا جدا. ما تنساش إنك تقدر تدعم القناة ماديا عن طريق زرار جوين أو الانضمام تحت الموجود في القناة. أكونت الانستجرام تقدر تتابعنا وتسألنا من خلاله، الموقع الخاص بنا تقدر تتابعنا وتسألنا من خلاله. لو وصلت لحد هنا شكرا جدا ليك، بس كده، سلام عليكم.